Acho uma estrela também, chique ele trele, sim, uma bicicleta. Sau me beri că trebuie să te exibit. Dar nimic ce vrei să fie să edi, o la furișa. Ați hamar la cum jedi, sau me beri. من جا عندي داك خونا الدراري طيح لي المورال صالح كنت باغي نمشي نرشي دويره كبيره نقلب على كليبات نحاول نتعاون معاهم دوفونا والكليبة ديالي توشا كنطلع في الصباح للسطح هانتوما الدراري بقيت تابعو ما مشاش الماكلة الاخرى هلو برادر زوركم باك شمو يشي فيديو معكم ايوك شو فيديو جديد كتما شكون لخير وبخير اجي سباق فيديو ديال اليوم يعجبكم عيشوني فايق بكري الدراري انا وكليبة ديالي توتا توتا اش زين توتا اش زين اش زين توتا كتشوفو انا والكليبة ديالي توتا كنطلع في الصباح للسطح باش نخدي الحاجة ديالها الدراري وتنفس سينو فاش كنا باطي الدراري نتسخر نجيب الفطور نخرج معايا الزنقه شوفوا راه فرحان كنطلع للسطح كنت باغي غير نجري اليوم الدراري نهار سبيسيال عندي انا بالضبط علاش حيت اليوم لانيفيرسير ديالي المهم غالبا الدراري غنحتفل بلانيف ديالي الفيديو ديال اليوم غيكون مشارجي نقدر نخرج الكليبه دابا ديجا الدري صاحبي عنده واحد الكليب باغي يبيع ونبريزونطيه ليكم اللي بغاه ومكتاب لي غيدي وحنت اليوم نهار زوين في حياتي قررت الدراري هاد الخنشه ديال ريفليكس الخنشه ديال 3 كيلو الدراري ديال الكلاب جبتها معايا البارح من المحل للدار باش ندير واحد الحاجه اللي زوينه في هاد النهار الزوين ماشي بالضروره خنشه كبيره ديال 15 كيلو ولا ديال 30 كيلو باش نتسمى غندير شي حاجه زوينه هاد الخنشه الدراري غنحاول نفرقها على الكليبات ديال الزنقه المهم لا كام ديالها طالعه زوينه حاول نعطيها الكليبات بزاف كلشي حيد داك الجوع ديالو داك النار ويدوق واحد الكروكيت اللي زوين كاليتي مزيانه المهم كيف قلت لكم ماشي بالضروري تبين خنشه كبيره ولا جوج ولا ثلاثه المهم عطي داك الشيء اللي قادر ديرو عطي غنبداو الدراري اول كليب جا عندنا نعطيوه شوفوا راه كلاب عجبو ديجا الدراري هاد المجاحم كيكونوا كيخافوا فهمتوني الدراري نلقى معاهم صعوبه ولازم ما بغيت نفرغ الماكله ديال الكليبات حيت المشاش تقدر مثلا يعطفوا عليهم الناس الكليبات ديال الزنقه كاين اللي كيخاف منهم دونك ما يقدرش يقرب ليهم ومساكن هما دايزه فيهم اكثر من المشيشات صالح المشيشات يقدروا يدبروا على راسهم الكليبات اللي صعيبه وبزاف من قبيله وانا كنعيط على ديك الكليب راهو راهو الثاني هذا راه مقبل هو تاباني مسكين من عطيتو الماكلة الثاني مبغاش يجي عندي بغينا نحطو ليه الماكلة باش غيشوفو ولا لا ديجا دار واحد الكليب تخيل ضرر رجليه غالبا غيدوز من هنا نسمح انا شابو ياكل خايف مني غادي يهرب المهم الدراري حطيت ليه الماكلة هنايا هو راه هو فين واقف الدراري راه ولا كيبان لي كنتمنى ما يدوز من هنا وياكل هو جاي الدراري عرفتش كيبان لكم لا راه ورا النخلة واقف هانتوما الدراري بقيت تابعو ما مشاش الماكله الاخرى ومسكين جاي ياكل في هاد الماكله هادي الدراري هو الدراري كياكل مسكين خاشوني الدراري زيت الموطور اول كروكيت هنايا الدراري ما غيباليش كليه غنحاول نوقف الدراري نعطيه ياكل وخاصه الحركة يخافوا بزاف سينو غنمشي لاصال حتى الى شي وغنضرب شي دويره كبيره ان شاء الله نتعاون مع الكليبات ديال الزنقه فين ما كنصور فلوغ الدراري جوا في الحصه ديال السلال ديما كتجيوها في الحصه ديال السدر اليوم نحاول نخدمو شويه ديال السدر هاد الدراري وغنمشيو للمحل باش نشوفو الكليب
اللي غيجيب الدري صاحبي حنت ديجا حاطو للبيع. كنت غير شي خمسة الخدمات بحال ما هكاك وحبس حنطيجة عطلت بزاف عطلني الكليبات ديال الصباح. غنحاول ندري ندوش ونمشي للمحل اللي بغا نحلو ونخدم على راسي. ديجا دابا الحباج ديال الصباح تعطلت بزاف نورمالمون خاصني نحل 9:30 نكون حال. دابا راه الحباج ديال الصباح المهم نحاول ندوش بالزربة ونمشي للمحل باش يلاه نحلو نترصفو على ليتس جو. A few moments later. المهم الدراري هو الجديد ديال خويا سعيد يا صراحة طال البيع اللهم بارك. شنو عنده هذا خويا سعيد؟ ولي عادنا خويا اللي شادني. شنو عنده هذا خويا سعيد؟ عنده باش منشار اللهم بارك الدراري دبر ما صعب ليه هذا صعب طيعة كل شي كاين كلشي زين ولا طايح مشكل تمشي ورا الدراري. تلين دا خويا سعيد كيف قال لكم خويا سعيد اللي بغاه 5000 درهم ديجا مفاكسي وياه مفاكسي بالواقع ديالو عنده بيديغري ياك بيديغري الدراري اللهم بارك اللي بغاه مرحبا كاين هذا وكاين في النوار كاين هذا وكاين في النوار. قول لي من النمره ديالك راه نتاش واقيلا بديتي ديك النمره 06 خويا سعيد 87 18 30 42 ها هو الدراري راه من غير سعيد الدراري نحط لكم حتى شي نمره و اللي مكتوب لي ان شاء الله يديها الدراري وهذا الشيء اللي كاين. قباحه ما كاينش قباحه لا قباحه ما كاينش قباحه درت شي فلوق بوحد هاد الدراري والديسيبلين وكل شيء I've been counting down the days to get out. I've been looking for a way from this town. And you're too far away to help me now. So I'm counting down the days to get out. 'Cause I need to learn to forget everything. Drags me down, I need to focus everything. عرفتي اش نقول لكم الدراري لقيتوني مكمد وطالع ليا الدم ولكن الحمد لله ربي كبير. ثاني مره كدار بيا درت فيه النهار لو باش حليت المحل وهاد المره عاوتاني جا عندي واحد السيد بالطوموبيله ديالو بوش قريه ديجا هو من الكابون عزي كامل جا ندير رويحه معطعطا ما كانا هاز الكونتاك بيروش كيسطا قال لي بغيت جوج حكاك ديال المشاش من دوك الحكاك اللي الفوق الدراري عطيتهم ليه عطاني 200 درهم عطيتهم ليه عاوتاني عطيتو الصرف ديال 200 درهم فاش شافو في ايدي قال لي كومبيان قلت لي ويدي راه زعما ثمن مناسب قال لي نو زعما سحبني قولي بشو لك قال لي بقيت باغيهم قال لي غالي بزاف عطيتو 200 درهم رد ليا الحكايه ويدخل معايا هضر قال لي حكا قال لي راه كنجيب واحد الفراخ من جابون باش جابوني فيروكي فيروش كيصدع. المهم زرب عليا بالهضره الثاني في الصرف مازال ما رجعش لي الصرف ديالو رجعت لي 200 ديالو وما رجعش لي الصرف ديالي يعني قال لي كنجيبهم من الكابون شحال كتاخذهم كتاخذ لي 6000 درهم والفوق ما بقى يداوي معاه
شو قال لي شحال قلت لي قلت لي راه 8 درهم ثمن زوين اه كاين صاحب قلت لي 12 درهم وقلت شي كيدو معايا في فرنسا يبقى كيخربق عليا عاود هز الحكاك الثاني في الصرف بغيت نعطيه بلاستيكه قال لي انا قال لي اش غدير زيدني جوج خويا بغي عاوتاني زيدني 200 درهم عطاني 200 درهم اللي كانت رجعت لي ومازال مرجعش لي الصرف الاول ديال 200 درهم شوي دخل حد السيد ويا صاصا بلات خليت معاود رجع عندي تخيلوا معايا هادو كيتسماو السرار فيا ديجا كنطرا فيا شحال هادي الدراري عاوتاني طرا ليا من بعد البلان اليوم صراحة هبط ليا المورال وجاب الله جا داك السيد خاف يتفرش ولا باغي غير يمشي شحال المرة الأولى بدات كنتاش بيا كيشقى فيا الصرف الأول عطيتو ديال 100 درهم والصرف الثاني والصرف الثالث فاش مشى لقيت راسي 500 درهم ما عنديش في الزيت غير بهاد البلان هذا كيبقاو يلهيوك بالهضرة بقاو يبيعوك العجل عندنا هاد لافير الكليبات عندنا هاد السلاد هادي 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 وراك يشقى فيك في الصرف غنصرف لك هادي راه ندير لك هادي سير شو كانوا جوج هذا شاف راسو غير حصل دالي الصرف ديال 200 درهم ومشى اين فوا خرج بغا يطرد على السيد اللي دخل الصرف نقلب 200 درهم اللي عندي في جيبي لقى يشداها يلا كنقلب عليا بقى الصندوق الموطور كنقلب عليا ما لقيتوش المهم الدراري اي واحد باغي يدير هاد البروجي ولا باغي يدير تجاره داير بالك من تصحاب 200 درهم سواء 200 درهم سواء 100 درهم راه ولاد الحرام ما كيخافوش الله حنا الحمد لله ربي غادي يعوضنا فهمتوني الدراري غادي يعوضنا وخاص نعاود رد بال لمره اخرى ولكن دابا هذا اشنو دا مثلا والو ما دا والو حنا ربي غادي يعوضنا وشوف عاقبته كيفاش غتكون ردوا البال الدراري وتخيلوا معايا قسما بالله لا اي واحد كيجيب لي 200 درهم كيكون اول مره غيتقد عندي داير معاه بالي 100% بلي هذا شفار من دوك الصرار فيا غتخيلني هذا مع دخل صافي حتى هو كاليفيش من دوك الصرار فيا ويجيب معاه خدام ديالو وشياطين ديالو كيجي يوقفوا عليك كيطمسوا كيرفعوا كيف كيقولوا اقسم لكم بالله غالبا كيكونوا كيديروا هذا الشيء حتى السيد مع دخل داير معاه بالي من دوك الصرار فيا سبحان الله كيفاش دار بيا الله اعلم والله القاسم كل عبيد حق دابا كل ما غيستوعبش هذا الشيء وغيديرني مدمدم غيديرني اقسم لكم بالله انا من داك اليوم غنلي سنقول ناضي عارف راسي ناضي فهمتوني الدراري والدارت بيا دونك شي حاجه ماشي لوجيك تما حيت هاد لو جون ديال الناس ديال ديسترافيا قليل فين كيطيحوا الدراري كيطيحوا الى عاود رجع عندك مره اخرى ويطلق شي معاه بلاصه اخرى اما اين فو يوقف عليك استرارفي كون اكيد راك يدير الشعواده وغاي يدير هذا وتخيل معايا انت دير بالك معاه وغاي يدير هذا شحال من واحد قد عاود لي الفيلم ديالي كيبقى يضحك عليا اليوم عليا وغدا عليك مني جا عندي داك خونا الدراري طيح لي المورال صراحه كنت باغي نمشي نضرب شي دويره كبيره نقلب على كليبات نحاول نتعاون معاهم صافي طيح لي المورال حتى الجو ما معاونش من قبيله الشتويه كتصب يلاه شحال دابا الدراري غنخليو الدراري هاد البلان حتى لشي فيديو اخر نخصصو ليه بوحدو ان شاء الله نديرو شي اوبجيكتيف ديال 50 كلمه ان شاء الله نوكلو نفرحو في داك النهار نخصصو ليه فلوغ بوحدو الدراري شي اللي كاين طيشونا الدراري الله جيت من الخدمه هما اللعيبات خديناهم الدراري ما عرفتش واش باقيين مزيانين ولا لا بحكم جيت في الموطور ضروري غنكون رونت شي لعيبه وغادي نصورو هادشي واش وصل بخير ولا لا المهم الدراري غنبخرو الدار باش نجيو على الجنون باش ما يديرونجيونا شي كيف كتشوفو هنايا عندنا التباخيره غنحاولو نديرو هاد التباخيره الدراري راه زوينه فحشة زوينة الدراري بزاف الله اللهم بارك دابا حتى شي شيطان غي يدور بالساحة ديالي بالنسبة للعشيوة الدراري داكشي سامبل عندنا هنا خبيز عندنا هنايا شوية ديال المرقوق الدراري ماشيين بيتزا عندنا هنايا شوية ديال الكفتة مع الكاشير وكلشي على لاصوب الدراري كنموت عليها صوب عندنا هنا عصير لافوكا الطابلة فيها غير دو بلاصة الدراري راكم عارفين ما متشافل بنادم الراس ديالو الى الراس وما دار صاحبو ما كاين لا حلوه لا والو غنضربو دابا بيتزا ان شاء الله نحيدو العشاء وغنضربو الحلوه ودابا الدراري جا وقت المفيد حطينا ويسترات هنا ديال الليمون عندنا الحلوه كلاسي
حليوه على قد الحال مكتوبه فيها 28 فبراير عيد سير عيد ميلاد سعيد ايوب. انا كاين تشيز كيك وفوالا الدراري كنتسناو تضرب 12 ديال الليل باش نفوش معاش. عندنا هنايا حليوات ديال اللوز كاين كابوزال والواحد هو اللي يفرح براسو. هاد الدراري الا قلت لكم شحال طالع هاد لاني في الدراري ضحكوا عليا. المهم داكشي ديال الدراوش الدراري شي الفرصه باش تفرح براسك. فرح براسك سواء بالقليل سواء بالكثير فرح براسك. سير شو لانيفيرسير كي اللي كيقول انا ضد لي زانيفيرسير من احتفال براسي انا كنقول لك لو كونترير. ما فيها باس تفرح براسك ولو مره واحده في العام عند ربي اي بيك تكون فرحان في داك النار. شي اللي كيقول باللي لي زانيفيرسير حرام ما حرام ما والو. فرح براسك في اي لحظه من حياتك يجيك فرصه باش تفرح براسك فرح براسك. ما نطولش عليكم الدراري اللي جاي حسن من اللي فاش وبيس